تحشيش مولدتي فلك ذبيت وجيوبي وجيوبي مليانة الأحلام بي أنا لقيته من أول نظرة حبيته عجبني من شفت بيته يخبل عيني يخبل همي مو مثل همه وأنا عايشة بظلمة لازم أوصل اليمة وهوه وتشطيل عيني وتشطيل وعدني وقال عشرة مبير وانتي بس علي قبلي وشغل سكلت انا وياك ما اريد انا حر اهلي انا مو ما يجيني النوم بيت وبهذلة وسموم هالحالة تظل الدوم تبهذل عيني تبهذل شغل ما شغل للجو زم عطل شحد لي جطل ما شايف اخبالي فيوزي زم عطل عقلي يرتب اشلاء واقلوب وجنب زحوالي عالحلوة انا حشيش للعوب انا فنش بس شعري القفاص همي بس الفلوس بالتقفيص اقدم احسن دروس انا برستيج عالي وحال كشاخ لخمطه يصيح اخ تخبلت اخ اجيبه شلون ما اجيبه هذا الفلس تجيبه هذا البرنامج برعاية يقول لك هاي 100,000 ام دنيار دنيار 100,000 طبعا بالقوة لما اخذناهن وهاي مال استاذ على 100,000 100,000 بقت عندنا 110 دنانير 110,000 110,000 بيت ابو قيصر قليلات ما تجيب همهن همينه زين هذا لطفي يشطي من اجوره زين الكهرباء الغاز الغاز المي هاي مو شغله هاي شلون تدبرها والله ما ادري زين انا ما اريد اتزوج ما اريد اعيش ما اريد اكون نفسي هلاو جباو لا 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 جباو منو شنو هذا غير انت جباو انا جبار ايه
ايش بك انت؟ مو انا الاو ما الفظها. الار ما يرفضها يعني. اسف عليك بس ما شاء الله لا يقلك هذا السن المكسور. شنو وقعت من البايسكيل؟ لا مو تعوف انت كنت انا ملاكم. ايه ايه بوكس طفى السن والكهرباء طفولك يا اخي. ما شاء الله بس تقدر تاكل؟ اه بدي ياكل. ما شاء الله ابالي بحلقك. اقول لك نعم انا اشوفك صافون خيو شكو يا اخي. المولد شغلها ما يوفي وانا مصاريف وراي. انا ما اريد اكون نفسي، ما اريد اتزوج. شوف لك سالفه جديده ومشي بالواوات. سالفه جديده؟ ايه عمي انا كل شيء ما اعرف، بس اعرف اشتغل من والده. شنو سالفه جديده بالواوات مثلا؟ واوات شنو؟ واوات هاي واوات بالوايرات. ايه لا لا ما ادبرها، خليني عايش بالمولده. زين انت براسك مشروع شيء؟ اني اذا تخليني ادبر لك اياها. ايه عندي سالفه تطق بيها طقه كبيره. كبيره؟ كبيره. شنو هي بالله سالفه؟ الجوزه الوسيه. شنو هي؟ الجوزه الوسيه. جوزه الوسيه؟ اي يعني من وسيه؟ من وسيه؟ وسيه وين صايره؟ وسيه وسيه هاي يرقصون بيها. باودة باودة باودر. ايه با لا ها ها باردة روسيا. ايه روسيا تقول يمسوا كشينة قبور ويمشوا مشاعر. ايه دلها دلها من روسيا؟ من روسيا. زين شو الدين روسيا؟ انت شنو؟ انت انا السفر وانا دبور. انت دبر السفر. ايه بس انت شنو؟ شنو؟ انت تشوف الناس تقنعهم بهاي الجوزة وانا وياك وربح بالنص. بالنص؟ ايه زين ماني ما اعرف لا شركه لا شيء. لا اني معافي اشوف لك شوكه وتتعاقد اياها. تتعاقد؟ اي اني والسفر عليك. السفر اي انا دبوي على قنعهم. ايه الناس. ايه ايه وخليهم كلهم يشتغلون ويشترون من هاي. بس شنو شرط؟ شنو بس شنو شرط؟ شرط وهاي بيها فلوس. خيو من الله. خيو يعني مو خير. خيو 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 وايد فلوس. ايه وايد عندك يا رب يا الله. بس السفر عليك. سفر علي. عليك انا ما دبرها. شنو بالنص؟ لا 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 وايد بالنص. ليش هذا؟ 50 ليره 50 ليره. ماشي اوكي اتفقنا. لطفي سوي لنا قوي جاي. قوي شنو؟ يعني قوري. يقول قوي. الله الله روسيا. جبار؟ ايون جبار. همزيدي جيتي جايب لك اخبار مفرحه. ايه انفتح باب الخير علينا. مين؟ من روسيا. على كيفك عيني. على كيفك عيني جبار روف. على كيفك روزوف. شلون ابو تشوف صدق بعد كلاشيكوف؟ لا بدلها بسيمانوف. اوف اوف اوف. شنو الاوف اوف اوف؟ يعني لا بالروسي. لا بالروسي. طبعا جبار. ايش فيك اليوم انت؟ ما بدي شيء. هل عاد شكو شنو الموضوع؟ شنو فتحت الباب علينا الخير؟ شنو مين؟ اقول لك من روسيا. من روسيا. اه رجعنا للشقه. قاعد تشقى وياي مو؟ ودعتك مو شقه اصلا حقيقه. حقيقه؟ طبعا. وين الحقيقه بالموضوع؟ انت تقول لي جبار روف ما ادري شنو. اه لا انت صديقك بوتين مو؟ اي صديقك بوتين. لا مو بوتين. انا صديقة راوشوز. ها رجعنا للشقة جبار. لا تخبلني شو الموضوع. ولك اني سويت صفقة ويا روسيا. مال اسلحة؟ ما اني ما شكل اسلحة. ولك اني صيادة زايد علي. لا ماليش. سويت صفقة مع جوزات روسية. جوزات روسية؟ استورد جوزات روسية. اه؟ وهنا اسوي لها بيعهن. وانت تروح هناك؟ طبعا. هو تشتم؟ وتشتفته من الروسي حتى تروح. ايش حبيبتي مو انا اعرف ولد يعرف شركات بروسيا يتفق وياها وتصيد الصيده. اه بها فلوس؟ شلون؟ نلعب لعب بالفلوس. اللي حصه بالفلوس؟ وش الفلوس كلها لك حياتي كلها لك. انا ما بدي اشتغل ما بدي اتعب غير لك. انا اروح هسه لين اضبط الصفقه ويا صاحبي. اوكي؟ انت شو دائما تضربني بورك كل ما اجي تعرفني وتروح. انت مو مستعجل فرحتك بالخبر. اوكي تعال خلي اشيلك حمو باشي بابا. تعال تعال بابا تعال خلي اشيلك. منال منال والله صرت تاجر. فيت اوت من ماجستي يزيل النمش والكلف نهائيا خلال 7 أيام فقط وبنتائج مذهله. كريم فيت اوت مصنوع من الاعشاب التايلانديه
لا داعي لإخفاء النمش أو الكلف، بل ميك اب فيد أوت جدير بإخفائه كلياً. الوكيل الحصري شركة روعة الفخامة لمنتجات العناية الشخصية. لطفي 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 وين هذا؟ لطفي لطفي مو تسمعني؟ ما تسمعني؟ لا العفو استاذ ابو مود اسمع هاي فاوهبي ايش بيك؟ ابو دحكي وياك احنا شغل عندنا، عندنا شغل تعدد الزك باوع هذا السجل وهذا القلم فهمت شو نسوي بهن؟ تروح تفتردي على كل ساحبي كهرباء من عندنا كهرباء؟ طبعا ايه تروح تسجل اسمائهم ايه؟ كل من يريد جوزه روسيه تسجل اسمه. اقول لك استاذي اذا رادوا يابانيه شلون؟ انت راح تجلطني راح تموتني لك احنا مو راح تجيب جوزات روسيه ايه؟ يابانيه بعد شنو تقول؟ اه اوكي اوكي زين اقول لك استاذي نعم ليش اسجل اسمائهم؟ الله اكبر ربي لو تاخذني لو تاخذه حتى واحد من عندنا يخلص لك بابا ها. سجل اسمائهم حتى نجيب على الطلبات نجيب على عددهم افتهمت ولا يلا قوم هسه افتهمت تسلم استاذي زين اقول لك استاذي صدق نعم يعني انا عندي سؤال وخاف تزعل من عندي لفظوج لا معروج احنا الجوازات مالتنا ليش نبدلها هن روسية يعني تحطون روسية خب مالتنا شبيه نحطون الروسيات ليش تدري لو عندي مسدس شو اسوي شو تسوي خليك اياها بالقصة واخلص منك اه لك دقوم وين اقول لك صالح عيني أنا شلون راح اروح الروسية بتاكسي شنو اروح الروسية بتاكسي ايه اقول لك سؤال ما بيها حجر ليش هسه اجيب لك حجر بس فهمني روسيا هنا حتى اروح على بتاكسي لك لا هي تاكسي ربع ساعة توصل روسيا ربع ساعة اوصل روسيا هاي لازم جريندازا راح يجي ياخذني لك لا شوف انا فهمك فهمني تطلع منها تاخذ تاكسي زين تقول له وديني لعقد النصارى ربع ساعة يوصلك اقول لك الفيزا مال عقد النصارى تطول لك شنو فيزا شنو قيمة عقد النصارى بالشوجة والله دوختني عقد النصارى وين روسيا وين فهمني لك انت شبيك انت مو دا تروح لعقد النصارى ايه؟ انت على اساس رايح جايب الجوازات من روسيا شبيك هسه بعد اراد له فهم رحت لعقد النصارى الناس شو اقول لها ما يقولون شو وقت رحيت شو وقت جيت الروسية بسيطة شلون عود روح الكوكوك اسبوع وتعال كوكوك ايه؟ خب نجيب الجوازات من كركوك ماكو كوكوك جوازات اكو بس جوز بس جوز ايه؟ يردنا شاكوش خلاص اوف كورس اوف كورس طينا بشر سويت استاذي وغلاتك انت سجلت كل اسماء الناس اللي تريد جوازات روسيه عفي عليك مو بس هالشكل بعد اهل المولدات شكوا واحد يريد طلب يع سجلت اسمه صدق؟ ايه جانا الخير وقلت لك يجي الخير ايه بشو ايش وقت تروح الروسيه؟ ان يومين تسلم لنا على بوتين بوتين لو لابتشين يمكن تأخوا اي تأخوا بس هو طويق طويق او سكه سفو سكه سفو ما شاء الله شكو كلمه بها ار انت حاوي نشوف من اجي هلا 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 الاستاذ هلا هلا سيبني خوفه وصابته لطيف صالح جبار مشتاق لك اه بعدك ترتين الحمد لله على السلامه استاذ الحمد لله على السلامه الله يسلمك اوف الله يسلمك اوف الله يسلمك بشوف دقيقه دقيقه في بشوف شو مسوي بروحه اقول استاذي يعني انت هاي شبقه ليش لابسه مو الدنيا حاره تصبح صمت باردوف باردوف بروسيوف باردوف ووسيا 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 باردوف اني جبت الجوازات بس بعدين بالمطار لما تخلص اجراءات الدخوليه وباكر من الصبح هنايا حتى ننصب هني حلو انت من جبت الاستاذ من عقد النصاروف اقصد سوق البروسيا مال الكهربائيات بوسيا سوق الروسيا مال الكهربائيات كان عقد النصارى نصاروف نصاروف صالحوف بعدك ترتلوف
انزل 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 انا اترخص اوف اروح اوف ارتاح اوف لان تعبان اوف كلش تعبان عاجبك سما تشوف سما تشوف مسقوف اوف دقيقة قبل ما تروح اوف جمو ده برد الروسي يحمي انا برقصتكم جنطة اوف تفضل استاذ تفضل اوف تفضل استاذ تفضل اوف تفضل استاذ مقفول اوف هات تحتك يا فيت اوت من ماجستي يزيل النمش والكلف نهائيا خلال 7 أيام فقط وبنتائج مذهلة. كريم فيت اوت مصنوع من الأعشاب التايلاندية، لا داعي لإخفاء النمش أو الكلف بالميك اب. فيت اوت جدير بإخفائه كليا. الوكيل الحصري شركة روعة الفخامة لمنتجات العناية الشخصية. استاذي هاي اخر جوزه روسيه شديتها عشتيدك عشتيدك يا بيه ابشرك شدينا اخر جوزه روسيه مبروك مبروك علينا صادق وهسه اني مهمت لهنا وخلصت انا كلش اشكرك وكلش ممنون منك اشكرك شنو حسيت ما تقطع علي انا قرطها امت عيني ليش دائما مستعجل نقوم قوم نتغدى برا وهناك نتقاسم وابو المثل يقول لك انت هص واني هص ونقسم بالنص هم قال بالنص لا مو قلت لك ما اقبل بالنص 50 لك 50 لي الله ماشي هذا يلا تفضل بس لا تقول لا تقول لا والله ما لا تصبحنا احنا رايحين هسه نجي الله وياكم يلا في مال هسه توب يا جوزه يا روسية خل اشوف هيفا ايش سوت هيفا يا هيفا 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 يا هيفا تمام اعجبني لطفي لطفي آه. اطلع شوف شنو هاي شنو شكو هاي الهوسه شنو صار استاذي اكيد العالم فرحانه بالجوزه الروسيه وتريد بعد منها كيف جبار جاك الخير كله فتح لك باب الخير يا سلام يا وكيل استاذ خير شبيك؟ شكو خير؟ شكو خير؟ هذول الناس برا شبيهم؟ الناس برا شبعوني كده شبعوني كده ليش؟ يقولون البارحة ما اشتروا الجوازات الروسية زين وطفت عندنا الكهرباء الليل كله ومتنحر يقولون نعلى على والديك ليش؟ أنا أقول لك ليش الواحد جاي عليهم مش قال لهم؟ مش قال لهم؟ قال لهم جبارك لابس كذاب 56 قفاص أنا شفته بعقد النصارى وعالي دق تدري شو يقول إيش باله؟ يقول شفته واقف وباب فندق إذا إيش تذبح الهذا؟ أنا باب فندق؟ مستحيل أوف مستحيل أوف هنا يا مستحيل أوف اليوم أصل على راسك بالتوازي أوف لا بشرف فوق هذا البرنامج برعاية وعدني وقال 10 أمبير وانتي بس علي قبلي وشغل صفلي
ما شايف اقبالي بيوتي معطوب عقلي يردد اشلاء واقلوب وجنبز احوالي عالحلوة انا حشيش للعوب انا طنش بس شعري مكوش من كثر نتلاتي مفول ولا فاضي ازعل ولا راضي جني احمد راضي معروفة قلاتي نزلت من نمو همي بس الفلوس بالتقفيص اقدم احسن دروس انا برستيج عالي وحال كشاخ لخمطة يصيح اخ تخبلت اخ اجيب شلون ما اجيبك هذا البلد